السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمحطة الجديدة نتاع فرندا اللي تقع في ولاية تيارت، وعلى الخط الهضاب العليا اللي يمتد من مدينة سحيدة إلى حدود ولاية تبسة، إذن على مسافة حوالي 1100 كيلومتر. إذن وبالمناسبة فهو فالآن تتم تحضيرات يعني للتجارب التقنية لافتتاح الخط رابط بين مدينة سعيدة ومدينة فرندا على مسافة 120 كيلومتر في غضون شهر أو بعد الحدود شهرين. إذا نحن الآن في مرحلة نتاع التجارب التقنية قبل الافتتاح نتاع هذا الخط اللي كما قلت يمتد على مسافة 120 كيلومتر بين سعيدة وفرندا مرورا بمحطة يوب ومحطة أخرى لا أتذكر اسمها في ولاية سعيدة. إذا فيه 4 محطات الخط هذا واللي يمتد على 120 كيلومتر كما قلت. إذا هذا هو، أترككم في رعاية الله وحفظه، وإتمام هذا الفيديو اللي يعني يظهر فيه المحطة الجديدة تاع فرندا تحت الثلوج الأخيرة هذه تاع الأسبوع الماضي، والسلام عليكم.